بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، روى ابن ماجه في سننه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وهذا الحديث العظيم له نظائر كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على معناه وتقرر مدلوله ومضمونه، منها على سبيل المثال ما خرجه الترمذي رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر جلوس فقال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ونظير أيضا هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، هو حديث مشهور يأتي ذكره في موضعه من هذه المحاضرة. معاشر الإخوة الكرام، إن كل مسلم حريص على سعادة نفسه وفلاحها وفوزها في الدنيا والآخرة عندما يسمع هذا الحديث العظيم، أعني حديث أنس وكذلك أشباهه من الأحاديث الدالة على مضمونه، لا شك أن قلبه يتحرك شوقا وطمعا، وتهتز نفسه رغبة في أن يكون من مفاتيح الخير وألا يكون مفتاحا للشر. لا شك أن هذا مطلب لدى كل مسلم، ما من مسلم إلا ويحب لنفسه أن يكون مفتاحا للخير وألا يكون مفتاحا للشر، يحب لنفسه أن يكون من أهل طوبى لا أن يكون من أهل الويل وهو العقاب الشديد والنكال الأليم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمفاتيح الشر مغاليق الخير. والنفس أيها الإخوة عندما تتوق لهذا الأمر وتطمع فيه لا بد من مجاهدتها لتحقيق أسبابه والإتيان بمقاصده وغاياته، حتى يكون العبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر فعلا وواقعا وعملا وتطبيقا. ولا يكفي في ذلك مجرد التمني أو مجرد التحلي، بل لا بد من فهم لحقيقة الأمر وقيام به على التمام والكمال، مع طلب العون في ذلك واللجوء الكامل
في تحقيق ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة، نأتي إلى الشروع في المقصود، ألا وهو كيف تكون مفتاحا للخير.